لا، اولا الانسان اذا شرب الماء بصدق نيه واستشعر نعمه الله وقال الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله مدحا اجاجا بذنوبنا لاستشعر نعمه الماء. لو اكل سبحان الله، الرجل قال للحجاج لما قال تعالى كن معي، قال انا صائم اليوم، قال انه طعام طيب، قال والله ما طيبه خبازك ولا عجانك ولا طباخك ولكن طيبته العافيه. العافيه لما الانسان يرزق ثوب العافيه، ما هو ثوب العافيه؟ ليس العافيه في البدن فقط، لا، عافيه في الدين والدنيا والاخره، تعافى من الافات. تجد واحد سكر خمر تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به وتدعو له. تجد واحد مريض وناقص سبحان الله جزء من اعضاء والحمد لله الذي اعطى، اللي ناقص يجد من هو انقص سبحان الله. الانسان ينظر الى اولاده يصلون واولاد الجيران لا يصلون الحمد لله رب العالمين. يجد بناته اول ما بلغنا سن تحجب والبنت زميلتها متابيه متنافره رافضه للقضيه الحمد لله. انت عايز عافيه اكثر من هذا؟ من امسى امنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كما قلنا في الحلقة السابقة إنما أراد أن يزعجك عن الخلق كي لا تكون يعني بينك وبينه حاجز، لا يكون بينك وبينه حاجز، أراد أن يزعجك عن كل شيء كي لا يشغلك عنه شيء، فيزعجك بشوية الابتلاءات دي. لكن المؤمن محروم؟ والله أبدا، المحروم من حرم لذة القرآن. يا مؤمن، ده الإنسان لما يضيق ذرعا يكون كده يتوضأ وصلى ركعتين ويقرا، قال ابن الجوزي والله ما قرا حزين سوره يوسف الا وسره الله، بس يقراها بيقين بيقين. شوف يوسف اللي كان في حضن ابيه وبعدين يباع ويلقى في الجب بعدين يلقى في السجن. يا ابني والله كل انسان موصول بالله سبحانه وتعالى عنده من الرضا والاطمئنان وانشراح الصدر ما لو اعطيت الدنيا. والله يا مؤمن في ناس تنفق مليارات لتسعد لحظه، لا اله الا الله، والانسان السعاده اقرب اليه من شراك على، لا اله الا الله. ليه السعاده يا ابن الناس تظن ان السعاده في الخارج؟